السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتور محمود فتحي مبارك، معهد بحوث البترول، متخصص في معالجة وتحلية المياه، ورئيس مشروع معالجة وتحلية المياه الجوفية بصعيد مصر، الممول من الـ STTF. عنوان محاضرتنا إن شاء الله مع حضراتكم Achieving the Zero Discharge Strategy and Sustainable Development in Egypt Effective Waste Water Treatment Using Innovative Hybrid System and Effective Product Based on Natural Agriculture and Industrial Waste. إن شاء الله احنا هنتكلم في المحاضرة دي عن استراتيجية Zero Liquid Discharge أو التصريف الصفري للسوائل في محطات المعالجة أو التحلية بصفة عامة. إن شاء الله هنتناول في المحاضرة Outlines عن Sustainability والووتر تريتمنت بصفه عامه، الزيرو ليكويد ديسشارج استراتيجي، ويعني ايه استراتيجيه الزيرو ليكويد ديسشارج المتبعه عالميا في هذه الايام. وبعد كده هنتكلم بصوره سريعه جدا عن بني ابريتيم بروجكت، المشاريع المختصه لينا في قطاع معالجه وتحليه المياه، وهنختار مقتطفات كده من بعض المشاريع اللي بتحقق الزيرو ليكويد ديسشارج والورك بتاعنا او الفيوتشر ورك دينا. زي ما حضراتكم عارفين ان المين اكسس اللي بتواجه العالم عالميا ما نصح هو بتأضغ العالم وبيتجه لحلول ليها، اللي هو الووتر والشورتج للووتر، الكلايماتيك تشينج، والرينيوبل انرجي، وازاي نطور فيها بحيث انها تواكب التطور العالمي والاستهلاك العالي للطاقه اللي هي غير متجدده. فطبعا دي من اهم السيكتورز اللي بتقابل العالم، لكن احنا في البحث ده هنركز على مشكله المياه والمحطات المعالجة والتحلية وما يقابلها من مشاكل أثناء القيام بعملية المعالجة أو التحلية. احنا معروف بالنسبة لنا حكم ان السستينابيليتي او الاستدامة هو ازاي نحافظ على السورس او الاكس المين اكس بتاع الحياة بحيث ان هو ما يحصلوش ديسشارج او كونسيومينج، والمين اكسس للحياة عامة اللي هو الفود والانفيرومنت والووتر. طبعا احنا استهلاك المياه في عن طريق الفود فور اكزامبل مثلا بيحصل ان هو بيعمل تلوث للمياه او استهلاك لقدر المياه الموجود على سطح الارض او المتاح للشرب، وبناء عليه ان الفود لما بيستهلكه بيطلعه في صوره ويست. فانا لو قللت عمليه الاستهلاك للمياه او قللت الويست اللي بيطلع عن طريق الفود كاحد عناصر الحياه الاساسيه، فانا كده بقلل الضرر على البيئه اللي موجوده عندي وبحقق السستينابيليتي فيها. ارتباط المحاور الثلاثه مع بعض والحفاظ عليهم طول الوقت بيحقق لي الاستدامه في المحاور الثلاثه في نفس الوقت. واهم محور فيهم اللي هو محور المياه اللي بيحرك المحورين الاخرين اللي هو الفود والانفايرومنت. وطبعا زي ما احنا عارفين وحضراتكم كلنا ان سطح الارض بنسبة 70% مغطى بالمياه، واغلب هذه المياه مياه مالحة. فطبعا احنا بالنسبة لنا ان كمية المياه المالحة دي تقريبا بيوصل 97.5% اغلبها سالين ووتر. الـ2.5% اللي باقيين زي ما حضراتكم عارفين ده بيكون فريش ووتر، وللاسف ان هو بيكون اغلبه في القطبين او underground ووتر. ومسكنا الكمية اللي بتبقى باقية دي وقسمناها على الاستخدام، بنلاحظ ان 70% منها بيروح للزراعة و30% رايح فين؟ للصناعة. وبكده يصبح ان المياه اللي حتى يسهل استخدامها او ما نصح تصلح للشرب هي متستهلك اصلا بنسبة كبيرة جدا ما بين الزراعة وما بين الانسان الصناعة. حتى يعتبر السورس ده الانسان بيتدخل فيه عن طريق التلوث او عن طريق المعالجة بالتلوث. احنا مفهوم الصرف بالنسبة لنا او مفهوم الويست ووتر بالنسبة لنا اللي هي مياه الصرف اللي هي الصناعية او مياه الصرف اللي هي الطبيعية، ولكن ان احنا بالنسبة للمحطات المعالجة او التحلية بتتعامل مع معالجة المياه من الملوثات اللي موجودة فيها او الكونتامينت اللي موجودة فيها. وطبعا طرق المعالجة كتير جدا، في منها البيولوجيكال تريتمنت، وفي منها الفيزيكال تريتمنت، وفي منها الكيميكال تريتمنت. ايا كانت الطريقه المتبعه سواء في الفيزيكال او الكيميكال او البيولوجيكال، هي في الاخر بتحتاج لعمليه الكلينينج او بيكون ليها صرف اثناء عمليه المعالجه. وبناء عليه عمليه الكلينينج لما بتعمل عمليه كلينينج لهذه البروسيس بحيث انت تعمل لها عمليه ريجينريشن تاني من جديد، فانت كده بتنتج مياه صرف عالية التركيز من الكونتامينت اللي انت شيلته اصلا عن طريق العملية دي او البروسيس دي، وبناء عليه انت بتعمل عملية صرف لهذه المياه، مياه الكلينينج او مياه الديشارج بتاعت المحطة بتاعتنا. وبناء عليه اصبح هنا الويست ووتر عندنا ليه مفهوم جديد، ان انت بتدخل فيه صرف المحطات المعالجة والتحلية وبتدفعه لاحد مصادر المياه سواء للبحر او للمياه الجوفية عن طريق الضخ في الابار الجوفية او اللاند ديسبوزال. فانت هنا في ملوث جديد طلع عندك نتيجة عملية المعالجة
وهو مياه عالية التركيز من الملوحة أو المواد العضوية أو البكتيريا أو أيا كان الملوث اللي أنت شيلته، أيا كان الطريقة اللي أنت استعملتها، ويصبح كده أنا عندي فيه تلوث جديد. لما بصينا على دراسة أوروبية اتعملت على 181 بلد في دول أوروبا، لاحظنا إن الويست ووتر برودكشن فيها كان 113 دولة. الويست ووتر تريتمنت كمحطات موجودة بالفعل كانت في 103 دولة منهم. الدول اللي لقيناها بتقوم بعملية الريوز أو إعادة استخدام مياه الصرف دي تاني بتاعت محطات المعالجة أو التحلية هي كانت تقريبا 62 دولة. نسبة تعتبر قليلة شوية ولكن كبيرة بالنسبة لعدد الدول اللي احنا عملنا اليوم الدراسة. لكن لو بصينا في مصر هنلاحظ ان عملية الريوز او الاستخدام تاني للمياه الصرف عندي ما بتتعداش 9.7% من كمية المية كلها اللي بتبقى داخلة في عملية مين؟ المعالجة او التحلية. ودي نسبة قليلة جدا تكاد تكون معدومة عندنا في مصر، لان احنا ببساطة خالص احنا عندنا تقريبا 5.13 من 100 مليار متر مكعب بيطلعوا، وده كانت اخر احصائيه في 2020. وكان عدد المحطات اللي موجوده عندنا بالنسبه لمحطات الصرف كانت 455 محطه في مصر. 50% من الميه دي، مياه الصرف دي، كان يسهل اعاده استهلاكها تاني او استخدامها مره اخرى، وده ما كانش بيحصل لانه بيحتاج تكلفه عاليه جدا او تكنولوجيات مش متبعه عندنا هنا في مصر بنسبه كبيره. تكنولوجيا اعاده استعمال المياه تاني او الريوز للمياه تاني اللي هي مياه الصرف بتاع محطات المعالجه او التحليه او غيرها احنا بنسميها الزيرو ليكويد ديسشارج. والزيرو ليكويد ديسشارج استراتيجي هو ان انت تعمل مانجمنت عشان تعمل اليمينيشن للليكويد ويست اللي موجود عندك من محطات الصرف او المعالجه، وتعمل ماكسمايزيشن للووتر يوساج او تخلي الويست بتاعك في صوره ايه؟ سوليد ويست. والتريتمنت بروسيس او معنى صح الليكويد ديسشارج بتعتمد على عده مراحل، اولها البري تريتمنت، وبعد كده بتخش على ميمبرين فلتريشن، وبعد كده الايفابورايزيشن والكريستاليزيشن، وفي الاخر السوليد ريكفري. وده بيعلي كميه الاستهلاك للطاقه خصوصا الكريستاليزيشن والايفابورايزيشن بروسيس. لان احنا عندنا مثلا فور اكزامبل الكريستاليزيشن ده بيستهلك طاقه بتوصل تقريبا من 55 ل 66 كيلو وات ساعة لكل متر مكعب، طبعا كده يصبح ان هو مستهلك للطاقة. وبناء عليه تصبح من ضمن التحديات اللي بتقابل الزيرو ليكويد ديسشارج الانرجي كونسامبشن، ودي بتبقى كمية كبيرة جدا زي ما احنا قلنا كمثال لمين؟ للكريستاليزيشن بروسيس او الايفابورايزيشن ايا كان. الكوست بتاع البروسيس بتاعتها بيكون مكلف، والبوليوشن اللي بينتج عنها، لان طبعا عمليه الكريستاليزيشن والايفابورايزيشن عشان اجمع الميه واركز الصوت اللي موجود عندي بتستهلك طاقه عاليه، وبناء عليه بتحرق كميات من الوقود عاليه جدا، وبناء عليه التلوث بيزيد بيها. والتكنيكال لان ما فيش اكسبيرينس في الموضوع ده. طبعا بيتجه المحاور بتاعتنا بتاعت تحقيق الزيرو ليكويد ديسشارج ان انت تعمل كومباينيشن ما بين ديفرنت بروسوس والاعتماد على النوب انرجي بحيث ان انت تقلل من التلوث وتحقق استراتيجيه الزيرو ليكويد ديسشارج. فاحيانا بيكون عندي في البري تريتمنت في الكتروكواجوليشن بحيث تجمع الكيميكالز اللي موجودة عندي خصوصا الأورجانيكس بحيث ان انا اعزلها من المية وغيره من بعض الايونات بحيث اخفف الضغط على المراحل اللي بعد كده خصوصا اللي هي فيها الثيرمال انرجي وتستهلك بكمية كبيرة او في النص في الار او او الفورورد اوسموزيس بحيث ان انا يكون عندي ساعتها التكنولوجيا بتحقق اقل طاقة واعلى انتاجية. طبعا العملية دي احنا بنسميها البروسيس جاستيفيكيشن استراتيجي، وهو ان انا اعمل حل، الحل ده يوفر لي في الطاقة وينتج لي مية بكواليتي كويسة جدا. فطبعا انا دلوقتي البروسيس جاستيفيكيشن بصفة عامة ان انا اقول ان انا اعمل انكريزنج للبرودكشن بكمية استهلاك اقل ما يكون من الطاقة. انا مطلوب مني ايه؟ انا مطلوب مني محطة عشان احقق زيرو ليكويد ديسشارج او التصريف الصفر للسوائل، بمعنى صح ان انا اكون عندي البروسيس اللي عندي الاكويبمنت بتاعتها ما تكونش كتيرة. يعني انا المفروض اقلل من اللارج، من اللارج من الحجم الكبير بتاع المعدات، اقلل من الاكسبنسيف بتاعها او التكلفة بتاعتها العالية. الانرجي استهلاك الطاقة بيكون عالي جدا، البليوشن اللي بيطلع من عندي، يعني تقريبا محطات المعالجة والتحلية تنتج تعريفا ما يقرب من 60 مليون طن من ثاني اكسيد الكربون سنويا، ودي مشكلة كبيرة جدا اللي بتساهم في كلايماتيك تشينج وده الصحة العالمية الايام دي، ودي فعلا مشكلة كبيرة جدا. انا مطلوب مني ان انا ازود في السمولر، ان يكون يونت صغيرة جدا، اقلل في الكوست الموجود عندي، انها تكون افيشنت وكويسة جدا، البوليوشن بتاعها قليل، انها تكون امنة وموجود عندي اوتوميزيشن، واقلل العمالة اللي فيها كومباكت، تكون تقدر انقلها من مكان لمكان، ودي مهمة صعبة قوي لانتاج استراتيجيات لتحقيق
زيرو ليكويد ديسشارج. اصبح كده هدف لينا عامه سواء كباحثين او كصناعه كصانع في محطات المعالجه والتحليه، ان لازم يكون عندي السايكل مقفوله باستراتيجي محدده ثابته، ويكون تكلفتها قليله، ويكون استهلاك الطاقه اقل ما يمكن. وطبعا ده زي ما احنا بنسميه اللي هو الار ان دي، اللي هو الريسيرش اند ديفلوبمنت، ازاي انت تربط الريسيرش بتاعك بالصناعه. وده كان هدف بني ايبل تيم اللي هو مكون من جامعه بني سويف ومعهد بحوث البترول وجامعات اخرى، فريق كامل متكامل متعدد التخصصات، بحيث ان احنا ننتج تكنولوجيات عن طريق مشاريع بنقدمها في السي تي اف وغيرها من الجهات المموله، بحيث نحصل على دعم يخلينا نقدم محطات. المحطات دي بتحاول تحقق الزيرو ليكويد ديسشارج واقل استهلاك من الطاقه وبمنتجات طبيعيه او مخلفات صناعيه. وطبعا احنا حصلنا الفريق يعتبر حصل على عده مشاريع بحثيه مع اختلاف جهات التمويل، وصل تقريبا حتى الان لتسع او ثمان مشاريع بحثيه في عمر للفريق يقارب ال5 سنوات، وده انجاز كبير جدا مع انتاج محطه زي ما احنا قلنا تواكب السوق، ومعنى صح بتنتج كميات من المياه معالجه وفي نفس الوقت بتحقق الزيرو ليكويد ديسشارج ايا كان السورس بتاع المياه اللي موجود عندي ايه. من ضمن الامثله لينا ان احنا كان عندنا مشروع لينا في الاس تي دي اف بالتعاون مع جامعه بني سويف في مصنع اميسا في شرق النيل محافظه بني سويف، وكان المصنع ده بيشتغل في التكستايل وبينتج مياه ويست ووتر. الويست ووتر ده كان معدل انتاجه اليومي 500 متر مكعب يوم، وطبعا كان بيطلع لي مياه تي دي اس بتاعتها 1400 لغايه 3000، التوتال كربون الموجود فيها بيوصل لغايه 800 مللي جرام لكل لتر، والامونيا 10 مللي جرام لكل لتر، والتربيديتي كانت 20 ل 40، نشره التربيديتي يونت والبي اتش كانت فاريبل. فكان هنا التارجت العام للباحثين في الفريق ان احنا ننتج مواد تقدر تتعامل مع التغيرات الجديده او الكتيره في البي اتش اللي موجوده عندي الغير ثابته والتربيديتي وغيره من المكونات الاخرى في الميه، بحيث انت تنتج ماده ثابته كيميائيا وفي نفس الوقت تتعامل مع الملوث اللي عندك وتحقق الاستراتيجي اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا انتجنا في المشروع ده اللي هو ما يسميه ميتاليك كاربون كابسولز، ودي كانت كبسوله في حجم المايكرو من الكربون، ولكن يتدخل فيها الميتاليك ماتيريال في حجم النانو، بحيث انها تعمل لي اكتيفيتي عاليه للماده بتاعته وسيرفيس اريا كبيره تساعدنا في ان احنا نعمل ادزوربشن وديجريديشن في نفس الوقت للماده اللي موجوده في الميه، فنخفف السوليد اللي موجود فيها ونعمل تريتمنت للميه بسهوله جدا. وقدمنا مشروع بتاعنا في الاس دي اف واتقبل، وقمنا بعمل نموذج مصغر في البدايه خالص الفريق مع رئيس المصنع، وفعلا كان النموذج الصغير ده بيعالج بكميه قليله جدا من 50 ل 100 جرام من الماده بتاعتنا، عالجت تقريبا 275 لتر في اليوم. ده كان معدل الانتاج بتاع الوحده الصغيره دي اللي هو قام الفريق بتطبيقه، وزي ما حضراتكم شايفين كنا بناخد السورس بتاعنا من الميه الويست اللي موجوده عندنا ونضخه على الفلاتر بتاعتنا، بحيث ان هي موجود فيها الماده بتاعتنا متوزعه على 3 فلاتر مخلوطه مع الساند على اساس انها فيلر، وتعمل توزيع لمواد النانو بتاعتنا وينتج ميه كانت ميه شرب حضراتكم اللي موجوده عندنا بكفاءه عاليه جدا، فعلا يعيد هو استخدامها مره اخرى. وبناء عليه قمنا بانتاج الوحده الكبيره اللي راكبه فعلا هناك في المصنع دلوقتي وموجوده، وطاقتها الانتاجيه 50 متر مكعب يوم، وكانت البارامتر بتاعتها اللي طالع عندنا زي ما حضراتكم شايفين البي اتش من 6.5 ل 7.5، بي اتش بتاعت ميه شرب، تي دي اس من 620 ل 655، توتال كربون 1/10 نسبه التربيد 1/100، يعني اقل من الستاندر العالمي. نيجي وكده احنا حققنا يعتبر كده استراتيجيه الزيرو ليكويد ديسشارج، ان انت عندك ما فيش صرف خلاص، الصرف كنا بنرجعه تاني في الميه اللي هي داخله عندنا للمحطه، بحيث ان بيحصل لها كوهجوليشن من جديد وبترسب الماده اللي موجوده فيها قبل الفلاتر كمان، فاصبحت بتعالج نفسها بنفسها وبتنتج مياه صالحه للشرب مش للصناعه كمان. المشروع الثاني ده كان مشروع فيه برضه مقدم الاس تي اف في محطات الصرف، وكان عندنا المفروض ان في محطات الصرف في اسيوط، المحطه اللي كانت موجوده عندنا في محطه ريفه كانت بتنتج تقريبا في اليوم 70,000 متر مكعب يوم، وكانت معدل الطاقه الانتاجيه بتاعتها ترفع ل 105 متر مكعب 105,000 متر مكعب في اليوم. واحنا كان التارجت بتاعنا ان احنا نعمل معالجه ربعيه بحيث ان الميه دي تطلع تبقى صالحه للزراعه، او يبقى الكومبوزيشن بتاعها اكوردنج تو الزراعه اللي انت قائم عليها. واستعملنا فيها نوعيه جديده جدا، عملنا فيها موديفيكيشن لمين؟ للسيراميك ممبرينز، للالتر فلتريشن ممبرينز، حولناها للنانو فلتريشن ممبرينز بحيث تعمل معالجه وازاله الهيفي ميتالز اللي موجوده عندي في الميه، وسميناها لافا سيراميك ممبرينز، وممبرينز لها فلكس عالي جدا وريجكش عالي في نفس الوقت. وقدمنا المشروع بتاعنا واتقبل من الاس تي دي اف، وبدانا نعمل السيراميكس ممبرين اللي كان فيها فافايتيز عاليه جدا من الميتاليك كومبوزيشن اللي كان
بيساعد يعني ان احنا نعمل ميمبرين ادزوربشن سيستم، في نفس الوقت بيكون بعمليه فلتره عاليه جدا، بريت عالي وريجكشن عالي لاغلب الكومبوزيشن الموجوده في الميه. وده تحليل الميه قبل وبعد اللي احنا اشتغلنا عليها من بي اتش وتي دي اس وغيره. نلاحظ ان اغلب الهيفي ميتال اللي كانت موجوده عندي والامونيا اتعزلت خالص نهائي، وبرده حققنا بيها استراتيجيه الزيرو ليكويد ديسشارج. البروجكت اللي بنسميه النايل درايفر او الديزرت درايفر اللي هو البرودوس ووتر تريتمنت، وده معروف بالنسبه لنا ان المياه البرودوس ووتر اكبر انتاج ويست على مستوى العالم، وبيكون فيه كومبوزيشن من اورجانيكس عالي جدا، وبيكون فيه تي دي اس عاليه جدا اكستريم لكونديشن ما بتقدرش تتعامل معاه اغلب المحطات العالميه. قدمنا بروبوزل، والبروبوزل ده كان ليه هدفين، يا اما نعمل ري انجكشن للميه دي تاني بعد عمليه المعالجه، وده بيتم على 3 مراحل، وكانت الطاقه الانتاجيه بتاعته 70 متر مكعب لكل متر مربع من الماده بتاعتنا، او ان هو يحصل له ديسشارج في البحر بحيث ان يطلع بملوحته من 30 ل 35 او 45 الف ملي جرام باللتر، وده كان بيبقى 4 ستيجز، وبيكون الطاقة الانتاجية بتاعتها الوحدة من 20 ل 60 متر مكعب ساعة لكل متر مربع من المادة بتاعتنا. وده كان تركيب المياه قبل وبعد. كان تركيب المياه اللي احنا اشتغلنا عليها كانت 140,143 ملي جرام بالليتر، وده تركيز عالي جدا، تصبح المياه قريبة جدا انها تعمل عملية ترصيب، واصبحت التي دي اس بتاعته 46,000، وده مياه بحر ينفع ان احنا نعملها ديسبوزل فين في النيل. اللي عايز اقوله في الاخر ان احنا مع بعضنا نقدر نحل المشكله بتاعه الصناعه، ونقدر نعمل طاقات انتاجيه كويسه جدا او محطات لها طاقات انتاجيه عاليه وبكفاءه كويسه تحاكي اللي موجوده عالميا. اشكركم للاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.